اهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود، كثير مبسوط ان عم بعرض هذا العود اليوم يا جماعه لانه كثير مميز صراحه، راح نسمعه بعد شوي اكيد. مواصفات هذا العود، عندنا الوجه من السيدر الكندي القديم، لاحظين معي اللون الغامق في الخشب، جميل جدا. عندنا ظهر من الليمون والفينجي بالاضافه للزند والبنجق. المفاتيح عندنا من الابانوس درجه الاولى، المسطره كذلك ابانوس درجه اولى، الزند عياري بنقدر نتحكم بالدوسه اللي هو بعد الوتر عن المسطره. الاوتار عندنا من الكوشنر دوزان فافا. هذه كانت مواصفات العود، خلينا الان نبدا نسمع صوته ونختبره في مختلف النزحات الصوتيه مثل بغاية الروعه. شكل بينا كل جوانب العود بغاية الروعة زي ما لاحظنا. رينج الاختبار الأخير العزف على الفينجر بورد كان مبدأ. لاحظوا وضوح الأصوات كل ما تقدمنا. نتمنى تكونوا وفقنا ان شاء الله بانتقاء هذا العود. تمنياتي بالتوفيق والقاكم على خير، الى اللقاء.